معنا عبر الهاتف فخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. أهلا بك سيد فخاي، وبداية يعني كيف تقرأ ما حدث اليوم وإلى أين تتجه الأحداث؟ أولا مساء الخير. فالتفاصيل هي واضحة، أنه قبل ساعتين تقريبا أطلقت بعض القذائف والصواريخ المضادة للدروع من الأراضي اللبنانية باتجاه قاعدة عسكرية وآلية عسكرية في منطقة عبيدين، وهي بلدة تقع على الحدود مع لبنان وإسرائيل. هذه القذيفة التي تمكنت بالفعل من الوصول إلى الآلية العسكرية وإلى الموقع العسكري لم تسبب أي خسائر في صفوف قوات جيش الدفاع، وبالفعل لا تسبب أي إصابات في صفوف قواتنا. جيش الدفاع فور هذا الاعتداء رد باستهداف مصادر إيران داخل جنوب لبنان، كما استهدفنا خلية مطلقية القذائف الصاروخية في جنوب لبنان، وأيضا أطلقنا نحو 100 قذيفة مدفعية باتجاه منطقة جنوب لبنان، وأغرنا بعض الغارات بواسطة المروحيات الحربية. من جانبنا نحن نقول بأن حالة التأهب والاستعداد والجاهزية لدى قوات جيش الدفاع في القيادة الشمالية العسكرية مستمرة أيضا في هذه الساعة. نحن نقول بأن حزب الله بالفعل تمكن من تنفيذ العملية الإرهابية التي خطط لتنفيذها، ولكنه فشل في تحقيق الغايات من وراء هذه العملية بقتل الجنود الإسرائيليين. وكما قلت نحن من جانبنا مستعدين في حالة التأهب والاستعداد على الحدود الشمالية في مواجهة سيناريوهات مختلفة، وهذا الاستعداد هو في الجوانب الدفاعية والجوانب الهجومية، بالإضافة إلى رفع القيود التي فرضت إثر هذه العملية على الجبهة الداخلية في إسرائيل على الحدود الشمالية. تم رفع جميع هذه القيود، تم فتح جميع الطرقات وكل التعليمات التي أصدرت إلى المواطنين والسكان في هذه المنطقة تم رفعها. طيب يعني دعني أسألك هنا، هل سيتوقف الأمر يعني الوضع إلى هنا بالنسبة لإسرائيل في حال يعني توقف حزب الله عن المزيد من الهجمات؟ لذلك قلت أننا مستعدون لجميع الاحتمالات. رئيس الأركان الجنرال القحافي أجرى قبل ساعة جلسة لتقدير الموقف بمشاركة كبار قادة جيش الدفاع، وأوعز بمواصلة الحفاظ على حالة جاهزية وأيضا تحسينها نظرا للأحداث. وكما قلت هناك سيناريوهات متعددة، ولذلك نبقى مستعدين للمجالات الدفاعية وأيضا لمجالات الهجومية إذا تطورت الأمور إلى أماكن أخرى. القصة هي أعمق وهي أوسع من ذلك، يعني هذا الهجوم الذي نطلب من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية نطلب من قبل ميليشيا أو تنظيم إرهابي يأخذ من لبنان مقارا له ويستهدف دولة أخرى. علينا أن نفهم بأن هذا الحادث ليس كحادث بين دولتين مجاورتين، هناك منظمة إرهابية اعتدت على دولة من داخل دولة أخرى. أين هي الحكومة اللبنانية؟ أين هو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي يمنع تواجد هؤلاء العناصر من حزب الله في هذه المنطقة، منطقة جنوب لبنان؟ أعيدكم إلى القرار الأممي، يحظر على حزب الله كميليشيا عسكرية التواجد في هذه المنطقة، وتواجد وإطلاق عملية عسكرية إرهابية من هذه المنطقة تجاه دولة أخرى محظور في القرار الأممي. أين هي الحكومة اللبنانية؟ أين أركان الدولة اللبنانية من هذه العملية؟ وأين من كل هذه النشاطات؟ نحن كشفنا قبل أيام، أنتم عملتوا تغطية شاملة في قناة الحرة على مشروع الصواريخ الدقيقة التابعة لحزب الله. هناك مشروع صواريخ دقيقة يحاول حزب الله إنشاؤه، إقامته، تفعيله على الأراضي اللبنانية دون علمي أو دون موافقة الحكومة اللبنانية، ولكن من دون أن تحرك الحكومة اللبنانية ساكنا لمنع حزب الله لتحقيق هذه الغاية في هذا الحادث. ولذلك هذا حدث تكتيكي جرى اليوم. الحمد لله لا توجد إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، نحن مستعدون لمواجهة جميع السيناريوهات، ولكن الحدث الأهم والأوسع هو تصرف حزب الله الإرهابي من داخل لبنان باتجاه دولة إسرائيل، وما يعرض هذا التنظيم، كيف يعرض هذا التنظيم دولة لبنان بشكل عام للخطر
بسبب تصرفاته وأعماله العدوانية. طب عندما تتحدث عن الاستعدادات بالنسبة لإسرائيل، إلى أين يمكن أن تذهب إسرائيل يعني استعداداتها للرد على أي تصرفات قادمة عن حزب الله؟ وما أبرز الأهداف التي يعني تم قصفها اليوم؟ في هذه الحالة من التوتر في سلطة الحدود في الأسبوع الأخير، كانت هناك إجراءات وكانت هناك تحركات لجيش الدفاع الإسرائيلي وللقيادة الشمالية العسكرية على الحدود، وهذه التحركات وهذه الاستعدادات أعتقد أنها حالة دون تحقيق حزب الله غاياته في هذه العملية. لقد نفذ العملية ولكن دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية. عندما نتحدث عن جاهزية فنتحدث عن جاهزية دفاعية مثل ما اتخذنا، يعني الحياة في إسرائيل في شمال إسرائيل استمرت طيلة هذا الأسلوب كالمعتاد، لم تتخذ أي قيود على حركة المواطنين. على اليوم انطلق العام الدراسي الجديد في إسرائيل في شمال إسرائيل كالمعتاد كالمخطط له، لم يتم اتخاذ أي قيود. الآن في هذه الحادثة للساعتين التي حدثت هذا الحدث التكتيكي، لقد تم فرض هذه القيود التي تم إزالتها ورفعها في الساعات الأخيرة. ولذلك عندما تحدث عن جهود دفاعية فهذه الجهود الدفاعية لكي يتمكن المجتمع الإسرائيلي من تسيير حياته كالمعتاد، والجيش الإسرائيلي يستعد لكل الاحتمالات. من الجانب الآخر بطبيعة الحال هناك سيناريوهات هجومية، لأننا لن في ذاتنا، وإذا تم الاعتداء علينا فبطبيعة الحال جيش الدفاع الإسرائيلي يعرف كيف أن يرد ويعرف كيف أن يستهدف ما يجب أن يستهدفهم. هذه العملية يعني الرد على هذه العملية جاء مباشرة بعدها حيث تم استهداف خلية مصدقية القضايا المضادة للدروع لنفذت هذه العملية. هذا من جانب. الجانب الآخر تم استهداف أهداف في منطقة جنوب لبنان قمت بقرابة 100 قذيفة مدفعية، وأيضا تم استهداف بعض الأهداف بواسطة مروحيات حربية في تلك المنطقة. طب بالنسبة للملاجئ، يعني اليوم فتحت على الحدود للسكان في شمال إسرائيل، هل ستبقى على ما عليه أم يعني مع هدوء الأوضاع حتى اللحظة سيعودون لحياتهم؟ هذا ما قلته، يعني في الساعتين التي حدثت وقعت هذه الأحداث تم اتخاذ قرار بفتح الملاجئ في البلدات الإسرائيلية تبعد عن الحدود أربعة كيلومترات، وتم اتخاذ بعض الإجراءات من ناحية إغلاق طرقات مدنية وغيرها. وفور انتهاء هذه الأعمال صدرت عن قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل قرارات واضحة بإعادة الأمور والحياة إلى تبعاتها، رفع وإزالة جميع القيود التي فرضت بما فيها هذه المتعلقة بالملاجئ وغيرها، والحياة في شمال إسرائيل عادت إلى تبعاتها. طيب لأي مدى يعني تأييد الأمريكي المعلن الأخير أعطى لإسرائيل غطاء للرد عن نفسها بكل ما تراه مناسبا دون خوف من أي انعكاسات سلبية عليها سياسيا وعلى المستوى الدولي حتى؟ أنا أبتعد عن الأمور السياسية والدولية وغيرها، وأنا قلت أن الموقف هو أوسع وأبعد من ذلك. هذا حدث وقع، وهذه الأحداث التي وقعت حدث ميدانية، لكن القصة هي أهم وأوسع من ذلك، وهي تتعلق بالدولة اللبنانية، تتعلق بخرق حزب الله للقرارات الدولية وعلى رأسها القرار الأممي رقم 1701، وأيضا مشروع الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله الذي كشفنا عن معلومات مهمة جدا عن هذا المشروع وعن كيفية محاولة حزب الله إقامة مواقع للتصنيع والتحويل وإنتاج صواريخ دقيقة، كما كشفنا عن الشخصيات الإيرانية واللبنانية التي خلف هذا المشروع. هو مشروع إيراني ينفذه حزب الله، يعني الأداء الإيرانية في لبنان، وهذا هو الحدث الأخطر الأهم. كيف يستغل حزب الله الأراضي اللبنانية كمكان لإطلاق اعتداءاته وعملياته بحق دولة إسرائيل؟ وأيضا المشكلة تقع على الدولة اللبنانية، كيف يستغل حزب الله الأراضي اللبنانية لهذه الغايات الإيرانية الطائفية وغيرها للاعتداء على إسرائيل، ولكن لزعزعة أركان الدولة اللبنانية والاستقرار الإقليمي؟
إذا وفقا لنظرتك يعني للفرق ما بين الدولة اللبنانية وما بين حزب الله، يعني كيف قرأت اليوم رئيس الوزراء يجري اتصالات مع الولايات المتحدة وفرنسا ويعني يحاول التوصل لتهدئة التصعيد وهو طرف ثالث ليس محسوبا على حزب الله؟ نحن نحمل الحكومة اللبنانية، يعني ليس هناك فرق، يعني هناك حكومة لبنانية هي صاحبة السيادة في لبنان، هي تسمح لعناصر حزب الله ولهذا التنظيم الطائفي الإيراني الشيعي أن يعمل وينفذ هذا المخطط من داخل الأراضي اللبنانية. الحكومة اللبنانية عندما لا تحرك ساكنا، الحكومة اللبنانية إذا ما تهود الطرف عن هذه الإجراءات التي كشفنا عنها ونقلنا للحكومة اللبنانية أكثر من رسالة عن هذه المعلومات، عن المحاولات لحزب الله لإنتاج وتحويل الصواريخ إلى دقيقة، عن الأماكن والمواقع التي كشفنا عنها بالأسماء وأيضا بالأماكن المحددة. نحن كشفنا في مجلس الأمن الدولي قبل أشهر عن استغلال حزب الله لمرفا بيروت لنقل اعداد ومعدات لهذا المشروع. نحن كشفنا عن استخدام مطار الحريري الدولي لهذه الغايات أيضا. نحن كشفنا عن استخدام المعابر البرية التابعة للدولة اللبنانية مثل معبر المصنع على الحدود مع سوريا لهذه الغايات. يعني الحكومة اللبنانية مماثلة بقياداتها وأيضا مماثلة بمرافقها الحيوية المدنية تستخدم من قبل حزب الله لا تحرك ساكنا غير علمها ومعرفتها لأن هذه الغايات، ولذلك هي تتحمل المسؤولية أيضا عن هذه النشاطات بطبيعة الحال. يعني على الأراضي اللبنانية استخدمت اليوم لتنفيذ هذا الاعتداء على الدولة على دولة إسرائيل. الأراضي اللبنانية جنوب لبنان هو تحت سيادة الدولة اللبنانية استخدم كمنطقة لإطلاق اعتداء بصواريخ مضادة للدروع باتجاه دولة مجاورة. هذا ما حدث. لنكون واضحين بالتفاصيل ما حدث، الدولة اللبنانية استخدمت أراضيها لهذه الغاية ولذلك الدولة اللبنانية تتحمل المسؤولية عن ما جرى. طيب من تل أبيب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فخاي أدرعي، شكرا لوجودك معنا.